هو انت هتفضل ساكت كده؟ طب هو انا قلت ايه ضايقك؟ مفيش حاجة يا هند، نتكلم بعدين. ماشي يا طاهر، نتكلم بعدين. ماشي يا هند. ايه اللي انتي لابسه ده؟ عندي ايفنت مهم جدا. ايفنت ايه اللي لازم تلبسي له اللبس ده؟ ماله الفستان يا ماما؟ هما اللي طالبين كده على فكرة. طالبين منك انك تلبسي لبس رخيص ومبتذل بالشكل ده؟ انا مش شايفة ان الفستان فيه اي حاجة، مش عشان قصير شوية بس يعني لا لا لا، مش فكرة انه طويل ولا قصير، فكرة ان شكله رخيص ومخلي شكلك رخيصة. لو عاوزة تروحي الايفنت اتفضلي اطلعي غيري. يا ماما ما تقلقيش، انا معايا طاهر. وانت يا استاذ طاهر ما طلبوش منك انت كمان تلبس حاجة؟ انا مش فاهمة انت ازاي موافق انها تنزل معاك بالمنظر ده. على فكرة اللي انا لابساه ده اقل من العادي، وانت ما بتشوفيش الناس لابسه ايه دلوقتي؟ المرة دي طلبوا منك تلبسي كده ووافقتي، المرة الجاية هيطلبوا منك ايه كمان وتوافقي؟ ولا انت ايه رأيك يا استاذ طاهر؟ انا مش فاهمة، انت شايف ان ده عادي؟ اصل لو انت شايفه عادي يبقى في مشكلة. يا طنط هو اللي طنط ايه وزفت ايه؟ يا ماما انا اتأخرت ولازم امشي. ايه رأيك؟ مفيش ايفنت. يعني ايه؟ يعني اطلعي اوضتك دلوقتي وغيري يا هند. مساء الخير. ايه يا هند ده؟ اصلها عندها ايفنت وطلبوا منها انها تلبس كده، والاستاذ طاهر رايح معاها وموافق. انا بجد زهقت من طريقتك دي. انكل حسن من فضلك قول لها ان انا ما بقتش صغيره. اتفضلي قدامي على فوق. اتفضلي. يا استاذ طاهر انت ما فعل الموضوع ده ورايح معاها كده؟ هو ايه الافوره دي يا بابا؟ ما كل البنات بتلبس كده عادي يعني، وبعدين ما انا معاها محدش يعرف يبص لها بصه. كل البنات مالناش دعوه بيهم، بنتنا ما تلبسش كده. وانا بصراحه اللي فارق معايا انك شايف ان الموضوع ده عادي يعني.